وكانت مواجهات قد اندلعت فجر اليوم بين شبان فلسطينيين وجيش الاحتلال في قرية بيت أمر شمالية مدينة الخليل في الضفة الغربية. وأصيب شاب برصاص قوات الاحتلال فنقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما أغلق جنود الاحتلال مداخل مدينة الخليل وطرقا في المدينة بالمكعبات والسواتر الترابية. وفي الخليل أيضا أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي محطة منبر الحرية الإذاعية وحطمت محتوياتها وسلمت العاملين فيها قرارا من أجهزة المخابرات بإغلاقها. وفي وقت سابق اعتقلت قوات الاحتلال 13 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.